ستاندار اذاعه ايت راديو 0530300 نعيطوا جربوا ممكن كلشي ممكن. وعزيز عزيز 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 السلام عليكم. عليكم السلام عزيز كلشي بخير. سي مومو صافاك شنو مزيان؟ الحمد لله حبيبي كلشي بخير وعلى خير. مرحبا اخويا الله يحفظك الله يبارك فيك مولاي. نهار كبير هذا. مرحبا غزال. بغيت نجرب امال عندي عامين ونص انت معاها. يا اخويا وانت مطلق وكنتي تعرفتي عليها هذه عامين ونص وتمشور باش شويتي كتشك فيها. هذه تمشور وانت شاك؟ حاليا تمشور ما سمعتني انا مجوج تمشور دابا انا شاك. كاين شي حاجه في العلاقه ديالنا الغلاسيو ديالنا شي عامين دابا. فاش ساقت لك خبر انك كنتي مزوج؟ وي دابا ساقت لك خبر اني مزوج بحال شويه تقلقات عليا. انت الاول ما قلتهاش لها؟ اه وي. وعلاش؟ و صراحه كانت اصلي كان عندي مشاكل مع السيده اللي طلقت معها وداك الشيء دونك كنت مخبي عليها ونهار اللي عرفها جيت الصراحه. اه هذه بغيت وبغيت نقدم لدارهم جيت الصراحه قلت لها والله انا راه ديجا متزوج ومطلق هل المشكل اللي ما خلانيش انني انا باش نجي لداركم. وانت تعرفتي على امل في الاخر الزواج ديالك ولا حتى طلقتي؟ لا قبل كنت ساعات مجوج. اه قبل في الايام الاخرى الزواج ديالك وما قلتي لها والو ما صرحتيهاش؟ ما قلتي لها والو بصراحه. ديك الساعات قلبات عين تبدلات عليك هي؟ تبدلات. من ناحيتاش؟ بصراحة تكون دخل واتساب تكون انا مثلا خدام تكون عندي تبيس خدام تندخل تلقى دخل واتساب تنسولها معاها من داوية معاها من فهمتي تقول لك اختي حتى تنزل مع كاين اعذار بزاف فهمتي. دونك انا بغيت نعرف واش الانسانة فريمون انها تبغيني ولا لا؟ واخا دابا هي حصلت عليك كذبة. وي بقى اي حاجه قلتيها لها عاودتيها لها اي حاجه غادي تعاود تراجعها هي مع راسها وتقول واش بصح ولا ماشي بصح. صافي الحال داك الشيء علاش اخويا عزيز الواحد من الاول نيشان الواحد من الاول ديريكت الواحد من الاول الصراحه راها وهني راسك. واه صراحه الفالطه ديالي انا. واخا دابا تقريبا راه هي اللي خاصها دير لك مش ممتاز ماشي نتايا. اه بطبيعة الحال هي خدت لي ماشي انا ولكن انا بغيت نعرف واش كاين شي واحد ما كان شي واحد حياتها وكانت مكمله مع المسيره ديالها الله يسهل الامور ما غاديش واخا غادي نعيطوا للامل انا قبل كده عزيز نجربوها في الماتش ممتاز ثلاث شروط مهمه جدا. مرحبا على راس العين اخويا على راس العين. ماتش ممتاز توتات تقدر تكون بوزيتيف نيجاتيف تقدر تعزلك انت ما تعزلكش انت الا ما عزلتكش انت غير بلاتي احسن ثالثا خصك لاعب وتهضر معاه في الاخر باش ما كان وتشرح لها علاش درتي لها الماتش ممتاز. واخا اوكي نعيطوا. مرحبا. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. اش اخبارك لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. نقدم لك راسي معك مريم من فلور ماروك. احنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود ومناسبه يد الحبله لا درنا واحد القرعه صغيره والنمره ديالك انت من ما بين النوامر المحظوظين وراك ربحتي معنا مشموم ديال الورد تقدري تهديه للحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك. اعطيني غير السميه ديالو المدينه ورقم التليفون احنا كنصيفطوه ليه حتى لعندو في اي مدينه في المغرب كامل. الله يبارك فيك. انتيا مخطوبه ما مزوجه؟ لا. الكادو اللي ربحتي معنا فابور ما تخافي ما والو كلشي على حسابنا. اه فابور 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 امل فابور امل فابور معايا. معاك مومو اش اخبارك بخير؟ الحمد لله. عرفتيني؟ عرفتك. كلشي بخير صح لاباس؟ الحمد لله. مرحبا لله راك معنا في الماتش ممتاز تاع امل شكون اللي معايا تلاقى باش يجربك؟ ما عرفتيش؟ عزيز. شكون؟ عزيز. اه بزز اخويا عزيز بزز اخويا عزيز. لا ماشي بزز بزز اخويا عزيز بزز. السلام عليكم. وعليكم السلام. امان صافا كنت مزيان؟ صافا الحمد لله كنت مزيان. وطاجيه زوينه ياك؟ زوينه بزاف. بمناسبه ديال عيد الحب كنقول لك تنبغيك بزاف ونحماق عليك. الله يحفظك يا ريم. شكرا بزاف. شكرا. مرحبا بخير على خاطركم بخير على خاطرك عزيز مزيان. الله يحفظك. شكرا سي مومو. شكرا بزاف. واماله عزيز عاودنا لافير انه راه كذب عليك ما كانش كان مزوج وطلق انت بقى فيك الحال. بقى فيها الحال في الاول ولكن دابا صافي. الله يسامح الله يسامح. دابا وقال اي حاجه عاودك شكيتي فيها شكيتي في كلشي. ايوا كتبغي صافي دابا غير ما زعمش في الاول يقولها عليك ما جاتوش يقولها عليك ما كاين باس كتوقع القضيه هذه. شكرا بزاف اخويا مومو. الله يكرمك مومو. شكرا. مرحبا عزيز مرحبا ديروا معنا الماش ممتاز 0530300300 0530300300. هي لا راه ما بقى بيناتنا والو ولكن دير مني غنعو سيده معي فوالا دي ميساج سو واتساب. اه
كي يهضروا بيناتهم فوالا ماشي شي حاجه اللي كذا ولكن ما كاينش ان ريسبكت فوالا سي با ان ميساج ريسبكتيو هي دابا صيفطات ميساج صيفطات ميساج ليكس ديالها اللي شفتيه نتايا فوالا تيزم على انها هي صيفطات ليه راني ديسبونيبل سي بلوس سي كو سي اللي كان عيط لها الهام خدامه في الدومين تاع السبا اللي غير في السبا هي حاجه فوالا صافي هاد الحاجه اللي عاوتاني شوف نكذبش عليك خويا هادشي اللي قلتي دابا الماساج داز قولك تخيل مش الميساج الماساج داز لا المهم حويجه على حويجه كتزيد الشكوك بزاف المهم وباقي ساكنين مع بعضياتكم باقي ساكن معايا انت لا ساكنين هي بون فوالا انا جو سوي اونتوغيزو انا في مراكش دي سو بروبريتير تاع اون انتربريز تاع ترونسبور توريستيك واخا خويا و بالليل دابا مؤخرا كتدخل ما كتهضرش بالليل ما كتهضر معاك كتهضر معاه ما والو لا فوالا كتجي بحال ما كاين حتى شي حاجه بحال ما كاين والو كنحاول جونتيمون نجبد معاها المشكل كتستر عليه كيميوبيك كتستر عليه بحال ما كاين والو لا راه ما كاين حتى حاجه ما هذا ما هذا ما هذا ما انا واخا مازال ما هضرتوش عليه مازال ما تكلمتوش عليه ياك لا ما دويناش عليه لا دوينا عليه واحد ساعه غبقات عليا كنت نقول حنا مراتشين غبقات عليا وما قدرتش نعالج مع المشكل ماشي دور دور شخصيه ولكن خليتها براحتها حتى نقلب بشويه 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 باش نعرف شنو كاين واخا انا بالليل انا نعيطو الى نعيطو الى محمد امين ثلاث صوت مهمه جدا في المشم تيست المشم تيست والتيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف تقدر تعزك انت ما تعزكش انت الى ما عزلتش انت غير بلاتي احسن وثالثا خصك لا بد تهضر معاه في الاخر باش ما كان اخويا سواء عزلتك ما عزلتكش واخا اخويا نعيطو نعيطو محمد امين نعيطو الو الو السلام عليكم وعليكم السلام اش اخبارك لاباس عليك صافا الحمد لله الحمد لله نقدم لك راسي مرحبا معك مريم من شركة فلور ماروك احنا واحد الشركة كنا مختصين في بيع الورود وفي اطار تعريف بالمنتوج ديالنا اكثر وبمناسبة عيد الحب درنا واحد القرعة صغيرة وراه تهزلتني معاك التليفون ديالك كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معاك بوكيت فلور تقدري تهديه للحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك عطيني اسميه ديال المدينة ورقم التليفون وحنا كنصيفطوه ليه حتى لعندو مرحبا لمن تبغيتي تهدي هاد بوكيت فلور ماشي مش ممتاز هذا هو المشموم تاست مومو إيلام شخبارك بخير صعب الحمد لله أنت صعبات الحمد لله كل شيء بخير مرحبا إيلام معارك معنا في المشموم تاست كين واحد السيد معي 12 عيدونك مش نجربوك شكون مرحبا سيدي شكون أمين محمد أمين أمين محمد أمين عزلاتك راه عزلاتك ايوا سلامات لباس 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 الو ايلام وايلام وايلام قبل ما يضرب معك محمد امين بعدي من الاكس ديالك بعدي منو عطيتي ساعه اش بغيتي به؟ الحمام الغلط كنموت عليه انا ما كتموتي على محمد امين على الاكس ديالك على من؟ لا لا محمد امين والاكس ديالي لا واخا واخا محمد امين ولا الاكس ديالك؟ الو انا ونتوني انا الو شنو شكون دابا محمد امين ولا الاكس ديالك؟ كيفاش محمد امين ولا الاكس ديالك؟ كيفاش هو؟ محمد امين هو الاكس ديالك؟ واحد يبيع وراه وكل شيء والله كما يكون بخير ما كاين لا اكس لا والو خلعتيني حيت قبيله قال لك بان محمد امين عيط الاكس ديالك كنتي معاه هضر معاه معناتها شنو هو؟ اذا قالنا هو انه عيط الاكس ديالك وهو الاكس ديالك شنو عيط راسو كذا لا رونتوني انا ترونت ما هضر حتى حد لا والله اخويا مول حتى نرون قسما بالله وقلاش مرون ولا اشرح لها ولا هضر معاها اه راه هي طات الاكس ديالها وخد لي كونفيرساسيون سو واتساب ضربني خاطري ما نكذبش عليك وصافي اكسبو انا وياها والله شاهد وبغيت على الاحلام ايوا خويا بغيت على الاحلام قلتو خويا هضرو تكلمو تفاهمو واش انت الى باغا المعقول مع هاد السيد عارف راه هذاك الشيء راه قديم شحال هذا يلاه دابا جلسوا هضروا تفاهموا ناقشوا الامور والله يدير فيها الخير الله يكمل بخير مرحبا قول لي راه كنبغيها وكنموت عليها وراه الله تعالى اللي شاهد الله يكمل بخير الله يكمل بخير الفرحه والسعاده لكم جميعا وتجربوا وتاكدوا على الاقل يكون فيها الشكوك صافا با الايام هذه ما تعرفوش واقع ايوا تجربوا واش نتوما اللي معاه واش وفي واش كيحترم العلاقه ديالكم واش غادي معكم نيشان واش ما كيديرش ها ولا ها سهام
نعم خويا ماما شخبارك؟ كلشي بخير؟ صح لاباس؟ صافا الحمد لله لاباس بارك الله فيك كيداك مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. سيام نشرح لكم سيام من النوع سيام نشرح لكم سيام من النوع ديال الناس اللي فاش كتكون فيها الخلعه كترخى حيت كاين اللي كتجي فاش كيتخلع كيولي فيه كيولي يزرب وسيام كيولي يزرب وسيام فاش كتكون خلعه كترخى الحمد لله كلشي بخير كيولي كترعى كيولي يزرب ديك كترخى يا كسيام ديك كتولي مرخيه هادي عام وثلاث شهور وعندك علاقه مع رشيد وهادي ثلاث شهور الاخرانيه وانت كتشكي فيه علاش سيام؟ هاد الشهور الاخرانيه رشيد ما بقاش يجاوب على لي زابيل ديالي كيلقى لي زابيل ما كيجاوبنيش كنلقاه اونلاين حتى جوج ثلاثه فيسبوك ميسنجر واتساب كنقول ليه شنو كيقول لي لا هي الخدمه على اساس ان الخدمه ديالو الحد ديالها 6 كاع الماكسيموم ديالها حتى العشيه تيبحثي بالخدمه ديالو كيفاش دايره الزواج الخدمة ديالو هو خدام حر ديال راسو خدام في الشغل ديالو هو مزيان مشاريع ديالو واخا يعني يقدر يجاوبني في اي وقت ويقدر يتواصل معايا في اي وقت هادشي هذا كان من قبل مؤخرا ما بقاش وليت كنقول ليه علاش كتلقى لابيل واش ما قلبتيش شي فوق تقول لي لقيتها وما عيطت حتى ما ساليت حتى هادي تنقول ليه زعما جاوني عروض ديال الزواج تيقول لي لا ما تزوجيش تنقول ليه شنو غنديرو تيقول لي صبري عليا جاتني خدمه خارج البلاد قلت لها غنمشي قال لي انا ما دوزتش معاك عام وثلاث شهور باش تمشي تنقول له علاش تبقى اونلاين كنت باغا نمشي وحتى دابا باقا عندي الفرصه وهذا الموضوع هو اللي خلاني انني انا نتصل بمشمونتيس نشوف صدق ما غنمشي ولا ما صدقت غنمشي ما كاريير ملعوبه في مشمونتيس عندنا الدار كانت واحد لا مالادي عندنا في الدار اختي مريضه وعلى على غفله طلع عنده ميساج انا قلبت تليفونه كيبان لي من الفوق بنت هي اللي مجاوبه قالت له اسمح لي انا الوالده عندي عيانه ما نقدرش نهبط للمدينه ملي دخلت قريت الميساج اللي قبل وصيفط له هو قال لها واش تقدري تهبطي عندي في العشيه للمدينه يعني جا على اساس يشوفنا حنايا يزورنا وملي يخرج يقول لي انا غادي في حالي يتلاقى معايا هذه اللي كتسمى منها حجه وزياره بغيت تلاقى مع بغيت تلاقى مع البنت في المدينه غادي يغني لها غادي يغني لها يا بنت المدينه علي كنغني يعني يا بنت المدينه علي كنغني بنت بلادي زينة زينة عجبها فني بنت بلادي زينة عجبها فني اها يا بنت المدينة وخا نعيطو رشيدة سيام ثلاث شروط مهمة جدا مش هو تيست هو تيست يقدر يكون بوسيبل نيجاتيف يقدر يعزك انت ما يعزكش انت الى ما يعزكش انت غير بلاتي احسن وانت خاصك لا بد تهضري معاه في الاخر باش مكان اوكي صفقة نعيطو يا بنت المدينة الو 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 السلام عليكم عليكم السلام اش اخبارك اسيدي لاباس عليك الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله نقدم لك راسي مرحبا معك مريم من شركة فلوريست ماروك حنا سيدي واحد الشركة كنبيعوا الورد وبمناسبة عيد الحب سيدي كنهديو الناس مشموم ديال الورد يقدروا يهديوه للحبيب للحبيبة ديالك الخطيبة ولا لمراتك بمناسبة عيد الحب سيدي لما تبغيتي تهدي هذا المشموم ديال الورد اختي هذا ما كاين حد علاش انت سيليباتير في عيد الحب سيليباتير لا ما يمكنش لا ما يمكنش هادشي ما يمكنش هادشي السي رشيد السي رشيد خويا السي رشيد اخبارك معك مومو بخير صح لاباس الله يحفظك ما عندك معاه من دوز عيد الحب ما كاينش ايوا سيدي الله يسهل باش يبدل الناس ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله مرحبا رشيد اخويا راك معنا في المش ممتاز كاين واحد السيده اللي معيطنا باش نعيطوا لك ونجربوك هي بالنسبه لها راك انت مع شي واحد شكون هي؟ نعم واحد السيده معيطنا باش نجربوك في المش ممتاز عرفتيها شكون ما عرفتيهاش شكون؟ عرفتها شكون هي؟ سيان علاش قلتي سيليباتير؟ علاش قلتي سيليباتير مالك؟ ولا تسمع دوز سي ما دريما هضري مع رشيد خويا رشيد خويا سي مليح الحمد لله انت بخير كلشي مزيان وي كنسمع هاد عام فادي كامل هاو انت سيليباتير غير مؤخرا هاد ثلاث شهور الاخرى اللي عاد ولا سيليباتير ما قال لك والو ولا اليوم عاد ولا انت سيليباتير لا ما شكك ما تحبليش انا اسمي صغير على الاخر داكشي علاش فراس فاش عيط سميتو
ايوا هذيك الساعه قول علاش ما قلتي السهام باش قلنا لك لما تصيفط من الشوندور قول السهام ياك ما غلط بغيت نغلط بغيت نغلط لا ما غلط راه هي اللي كاينه لا بغيت حاجه غتغلط حيت انت سيليباتير وعندك كثار ما غتعرفش لي من غتصيفط من شمون الله يجزيك الله يجزيك علاش شفنا علاش انا باش نقول لها باش تفرج هذا علاش الشيطان تقريبا مني في كل نهار كنسمعها منك الشيطان الله ينعلو ويخليك ولكن انا راه ما كنديرش في راسك ان شاء الله المهم انا قال لي اخويا راه جيتكم تهضروا وتهضروا وتتفاهموا مزيان على اش بغيتوا نديروا مع بعضياتكم الله يسهل الامور اخويا شكرا رشيد شكرا لك اخويا الله يسهل الامور شكرا حبيبي شكرا لك رشيد شكرا سيام سلام اخويا ما رايك كيف هادشي اللي سمعتي؟ واه كلشي واضح هو سيليباتي يعني كون كانت شي حاجه اللي معقوله راه من الاول واحد الانسان اللي كان مقتنع بيك وباغيك ومعمر عقله وقلبه بيك راه اوندي غير غايقول فيك واخا تبغينا نهضروا معاك سيام اخويا ماما مرحبا مرحبا شنو تبغيو تقولوا سيام 0530 300 300 0530 300 300 حيت في الاول قال ما انا سيليباتير ما عندي حتى شي واحد من بعد فاش عرفنا حنايا عرف المشهوم تاعس عرف اذاعات يتغادوا قال سيام شنو بان لكم 0530 300 300